بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تشييع الفاحشة في المؤمنين. نعم. باب تشييع الفاحشة في المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تشييع الفاحشة بالمؤمنين معناه نشر ذكر الفاحشة التي تقع من بعض الناس فتذكرها في المجالس، ونشرها في وقتنا الحاضر، نشرها في الصحف أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، لأن فيه فضيحة لمن وقع منه شيء من الخطأ، ولأن هذا يبحث على التساهل في أمور الفواحش ويجري الفسقة على ارتكابها. فينبغي أو يجب أن لا تذكر في المجالس وعند الناس في الصحف، وهذا من الكبائر. الشيخ رحمه الله ذكر هذا في كتاب الكبائر، وذلك أخذا من قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان ذكر الفاحشة وإشاعتها محبة لإشاعتها فهذا هو الذي عليه الوعيد، الذين يحبون. إذا كان الدافع لذكرها ونشرها محبة أن تنتشر بين الناس فهذا هو المتوعد، لأن هذا وسيلة إلى التساهل في أمر الفاحشة، وأن الذي لا يدري يصل إليه ذكرها. المطلوب في الإسلام الستر، والمطلوب في الإسلام محاصرة الجريمة وعدم نشرها، هذا هو المطلوب. والآية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله آية من سورة النور: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية جاءت بعد سياق ذكر قصة الإفك الذي أشاعه المنافقون وكذبوا فيه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، لما حصل عليها أنها
ذهبت لقضاء حاجتها في الليل ورحل القوم يحسبون أنها في هودجها، لما جاءت وجدت الناس قد ساروا، فبقيت رضي الله عنها في مكانها من أجل أن إذا فقدوها يرجعون إليها، ولم تذهب يمنة ولا يسرة. وهذا من حذقها وعقليتها، أنها ما أصابها الفزع والخوف وصارت تذهب يمينا وشمالا، فإذا جاءوا لا يجدونها في مكانها، فمن حزمها وحذقها وفطنتها أنها بقيت في مكانها. وأدركها النوم لأنها في ليل، أدركها النوم. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من عادته أنه يتأخر عن الجيش، لأنه يحب أنه يرتاح ثم يقوم ويلحق بهم، فجاء على عادته متأخرا في أثر القوم، فأبصر سوادا في منزلهم، فذهب يستبرح معه، فلما أدرك أنها امرأة جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت رضي الله عنها باسترجاعه. قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب، لأنه في أول الإسلام كانت النساء لا تحتجب، يعني لا تغطي وجوهها، فلما نزلت آية الحجاب صرنا يغطين وجوههن، فلما استيقظت غطت وجهها، وكان يعرفها قبل الحجاب، فجاء براحلته وأناخها ووطئ على يدها وركبت رضي الله عنها، وذهب يقود الراحلة بها حتى وصل إلى القوم ولحق بهم. فهذا ملخص القصة. عند ذلك تكلم المنافقون واتهموا صفوان واتهموا أم المؤمنين أنهم على موعد وأنهم قبحهم الله كعادة المنافقين. ثم أنزل الله جل وعلا براءة أم المؤمنين وأن المنافقين هم الذين أشاعوا هذا الكلام السيء، فأحزنوا عائشة وأحزنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنوا المسلمين، فأنزل الله براءة عائشة. وجاء في سياق القصة هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله توعد عليه العذاب الأليم، وهذا ضابط الكبيرة، أنه إذا جاء بعدها وعيد أنها تكون من كبائر الذنوب، فإشاعة الفاحشة من كبائر الذنوب، فيجب على المسلم أن يكف لسانه. ولهذا قال جل وعلا للمؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إثم عظيم. كان هذا هو اللائق، أنهم ينزهون الله، لأنه لا يليق بالله أن يختار لنبيه امرأة بهذه الصفة. فاختيار الله لنبيه عائشة دليل على حفتها وكرامتها، فالله جل وعلا
نزه نفسه أن يختار لنبيه امرأة بهذه الصفة التي قالها المنافقون، ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه الصفة. ورث هذا الشيعة الرافضة، ورثوا عن المنافقين هذه الشائعة الخبيثة، ولا يزالون يرددونها إلى الآن، لأنهم ورثة المنافقين وأعداء للمسلمين، ويريدون أن يسيئوا إلى الإسلام والمسلمين، بل يريدون أن يسيئوا إلى الله وإلى رسوله وإلى المسلمين، لأنهم أعداء. نعم. باب الرشوة. كذلك من الكبائر الرشوة، والرشوة هي المال الذي يؤخذ في مقابل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وهي ما يدفع إلى الحكام وإلى الموظفين وإلى المسؤولين من مال من أجل أن يحيفوا مع الدافع ويظلموا الذي لا يدفع الرشوة. والرشوة جريمة عظيمة، ما فشت في مجتمع إلا فسد، لأنها تسبب الظلم ومنع المستحقين من حقوقهم وإعطائها إلى الظلمة الذين ليس لهم حقوق يعطونها لهم، فهي سميت رشوة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستنبط به الماء من البئر، فالذي يدفع يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البئر لأخذ الماء، فهو يدفع الرشوة من أجل أن يأخذ حقوق الناس. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عن اليهود: أكالون للسحت. والسحت هو الرشوة، فأصل الرشوة من عمل اليهود، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل بالرشوة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالرشوة هي ما يؤخذ في مقابل كتمان العلم وعدم بيان الحكم الشرعي من العلماء، علماء السوء، وما يؤخذ وما يدفع للمسؤولين من أجل أن يجوروا ويحيفوا في الحكم. فالعالم الذي يكتم الحق من أجل منصب أو من أجل وظيفة أو من أجل مال يصل إليه، هذا رشوة، ولو لم يكن موظفا، لأن الواجب على العالم بيان الحق وعدم كتمانه. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه الرشوة، الثمن القليل هذا هو الرشوة، والرشوة ثمن قليل، ولو كان ملايين ومليارات ثمن قليل، لأنه لا يقابل الجنة ويقابل الآخرة، فهو ثمن قليل. و
في هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله عن اليهود: ولا تشتروا بآياتي ثمنا، هذا خطاب لليهود، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتمونها من في مقابل مال تأخذونه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي، تحذير هذا، وإياي فاحذر وإياي فاتقون، اتخذوا وقاية من غضبي وعقابي للمرتشين والكاتمين للحق في مقابل أطماع يأخذونها. وهذه في الأصل صفة اليهود، ثم انسحبت إلى علماء الضلال في كل وقت أنهم يكتمون الحق، إما من أجل مال يأخذونه أو من أجل رياسة يتبوؤونها، يكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، والعياذ بالله. الواجب على العالم ألا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يوضح الحق، لا سيما إذا رأى الناس معرضين عنه أو جاهلين به، أن يوضحه للناس وأن يبينه، خصوصا في أمر العقيدة. إذا رأى الناس يشركون ويعبدون القبور ويعبدون الأضرحة وهو يسكت، هذا لا يليق بالعالم، يجب عليه أن يبين للناس وأن يدعو إلى الله وأن يوضح، ولا يسعه السكوت في مقابل منصب يحافظ عليه. ما عند الله خير وأبقى، أو من أجل مال يدفع إليه ويكتم الحق، الأمر لا يجوز. نعم. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. صححه الترمذي. لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها، وسيأتي في الرواية التي بعد هذا: والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. كلهم ملعونون، ثلاثة: الراشي والمرتشي والرائش، كلهم ملعونون. واللعن يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فأخذ الرشوة من كبائر الذنوب، وملعون من شارك فيها، إما بدفع وإما بأخذ وإما بسعي بينهما. الواجب على المسلم أن يحذر من الرشوة، لأنها سحت ومال حرام، وملعون من أخذها أو ساعد عليه. الراشي ما أخذ شيء، إنما هو مساعد فقط ومعين لأخذها، ومع هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرشوة سحت وحرام وظلم وإجرام، وما تفشت في مجتمع إلا فسدت أموره، تعطلت مصالحه، وتجرأ الظلمة. الظالم ما عليه إلا يدفع شيء من المال ويأخذ ما يريد، والمظلوم لا يستطيع أن يأخذ حقه. وأيضا الحكام أيضا يغرر بهم، يحكمون بغير الحق بسبب الرشوة. الحاصل أن الرشوة جريمة خطيرة جدا، فعلى المسلمين أن يتعاونوا ويتضافروا في إنكارها والتحذير منها، والتعاون في منعها، وأن لا يسكت من علم بها
لا يسكت حتى يسعى في إزالتها، لأنها إذا تفشت في المجتمع فسدت أموره وضاعت الحقوق وتجرأ الظلمة على أخذ حقوق الناس، فهي جريمة خطيرة جدا. نعم. ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما، الساعي بينهما ملعون معهما وإن لم يأخذ شيئا لأنه متعاون. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والرشوة أنواع، قد تكون مالا، قد تكون حاجة أخرى من الحوائج، قد تكون منفعة، سكن دار، ركوب سيارة وما أشبه ذلك. كل شيء يبذل من أجل أخذ حقوق الناس فهو رشوة، إما مال وإما منفعة أو غير ذلك. وسواء سميت رشوة أو سميت هدية، يعني بعض الناس يصرف اسمها يقول هذه هدية، تشجيع، هذه تشجيع وهدية إكرامية، هذه حق الشاي، هذه حق كذا، هذا كله رشوة، قليل كان أو كثيرا. الواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة، لا يدفعها ولا يأخذها ولا يسعى فيها، ولا يسكت أيضا إذا علم بها، أن يبين للمسؤولين هذا المجرم وهذا الإجرام، يبينه للمسؤولين الأخذ على يده، ولا يقول كل الناس على هذا، أو هذا ظلم ومنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل الأحوال تنكر الرشوة بقلبك وتكرهها ولا تستسيغ فعلها ولا تخالط المرتشين وتسكت عنهم، تصادقهم وتصاحبهم وأنت تعلم أنهم يرتشون. نعم. باب هدايا الأمراء غلول. نعم، وهذا من نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وهو الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغنيمة التي تؤخذ في الجهاد من أموال الكفار تجمع ولا أحد يأخذ منها شيء حتى يوزعها ولي الأمر أو من فوض إليه توزيعها. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، إنما يأخذ ما يعطى فقط وما يقسمه له الوالي حلال له، يقسمها بين الغزاة بعد نزع الخمس، أربعة خماس تقسم بين الغزاة، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذا حكم الغنيمة وتقسيمها، ولا يحق لأحد أنه يخفي منها شيئا أو يأخذ منها شيئا. ويلحق بذلك ما يؤخذ من بيت المال بدون إذن ولي الأمر، ما يغل من بيت المال، ما يأخذه
الموظفون أو المسؤولون بدون إذن ولي الأمر بدون استحقاق يلحق بالغلول، يلحق بالغلول لأنه أخذ للمال المشترك بغير حق. نعم. عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له روى، وإن كان بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. نعم. الغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأيضا ما يؤخذ من بيت المال، ما يؤخذ من بيت المال بغير إذن ولي الأمر يدخل في الغلول، وهو هدايا العمال. فإذا ولى ولي الأمر عمالا أو وظف موظفين واستأمنهم على الأموال، أموال الزكاة أو غيرها، فلا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا إلا ما أعطوا، إلا ما أعطوا في مقابل عملهم، هذا حلال. أما ينتهزوا الفرصة ويخونون ويأخذون بحكم تمكنهم من هذه الأموال، فهذا غلول يأتون به يوم القيامة. هذا رجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له ابن اللتبية، استعمله على الزكاة، خرج يجبي الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عمالا يجبون الزكاة من المسلمين على مياههم، زكاة المواشي على مياههم، ويأتون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل صار يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال الزكاة، دفع الزكاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما أعطي قال: هذا لكم، يعني الزكاة، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس هذا في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ استنكار شديد منه صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا جلس هذا في بيت أمه أو أبيه فينظر هل يهدى إليه؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شيئا فإنه سيأتي به يوم القيامة يحمله فضيحة له، وهذا أخذ من قوله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أو أخذه خلاص سيأتي به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، إن كان بعيرا له رغى فضيحة له، وإن كان بقرة فإنها لها خوار، صوت البقر خوار، وإن كانت شاة تيعر، يعني تصوت بصوت، كل حيوان يصوت بصوته المعتاد، فضيحة لهذا المجرم، نسأل الله العافية.
من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية، وأنه يأتي يحمله على رقبته يوم القيامة إن كان بعيرا. الإنسان يستطيع يحمل بعير، لكن هذا تعذيب له. يستطيع يحمل بقرة، هذا تعذيب له والعياذ بالله. ما يستطيع ولا يحمل الشاة، وليس أيضا يحمله بأمر متيسر، بل على رقبته والعياذ بالله، على رقبته. فهذا وعيد شديد ينفر من الغلول، وأن من تولى مالا من أموال المسلمين غنيمة أو خزانة أو غير ذلك، أن عليه أن يتقي الله، أو تولى مصروفا للموظفين، يعني محاسب لدفع رواتب الموظفين، فهو مسؤول، يكون أمينا، لا يأخذ شيئا إلا مقدار ما خصص له، ولا ينتهز الفرصة، وأنه بين يديه المال فيأخذ منه ويظن أنه ما يحاسب ولا يدرى عنه. لو فات هذا في الدنيا وترك، لن يترك في الآخرة. على المسلم أنه يحاسب نفسه ويتصور الآخرة، ما يتصور الدنيا ويقول أنا بتصالح مع المسؤول، أو مسؤول يا ثقبي وله قال لي شيء أو ما أشبه ذلك. لا، هناك رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيأتي به يوم القيامة. هو أخفاه في الدنيا، أخذ الرشوة وأخفاه، أو أخذ الغلول وأخفاه ولا أدري عنه أحد. يوم القيامة يفتضح، يأتي به يحمله فضيحة، فضيحة قبيحة والعياذ بالله. يظهر ما أخفاه في الدنيا علانية على رؤوس الخلائق. على المسلم أنه يتقي الله عز وجل، وأن لا ينتهز منصبه وما اؤتمن عليه فيخون في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه أمانة ومسؤولية. نعم. باب الهدية على الشفاعة. عرفنا هذا، عرفنا أن الرشوة هي ما يدفع إلى المسؤولين من أجل أن يحيفوا ويقدموا من لا يستحق التقديم ويؤخروا من يستحق التقديم. والغلول هو ما يؤخذ من المال العام. الغلول ما يؤخذ من المال العام، سواء كان زكاة أو خزانة أو غير ذلك. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه. أعد الباب. قال: باب الهدية على الشفاعة. لا، اللي قبله. الحديث ولا نعم. ولا الباب؟ نعم. الباب، نعم. باب هدايا الأمراء غلول. اللي قبله، اللي قبله. باب الرشوة. باب الرشوة والغلول. طيب نعم. الشفاعة. استمر على الباب الأخير، نعم. باب الهدية على الشفاعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، يعني عندنا طالب ومطلوب منه وشافع واسطة بينهما في قضاء حاجة الطالب من المطلوب، وساطة. الشفاعة سميت شفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الطالب كان منفردا وشفعا في طلبه، كان منفردا في طلبه ووترا في طلبه، فجاء الشافع فانضم إليه
فصار شفعا بعد أن كان وترا، يعني منفردا في طلبه. هذا من اشتقاقها من حيث اللغة، ومن حيث الشرع هي الوساطة، سواء كانت في الخير أو في الشر. الشفاعة هي الوساطة، سواء كانت في الخير فهي شفاعة حسنة، أو كانت في الشر فهي شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة فيها أجر، فيها ثواب. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إلا في الحدود فالشفاعة لا تجوز كما سبق، لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، هذا سبق لنا. لكن الشفاعة في غير الحدود ما فيه مصلحة للمشفوع له وليس فيه مضرة، هذه شفاعة حسنة فيها أجر عظيم، ولا يأخذ في مقابلها شيئا، لأنها يقصد بها الأجر ولا يقصد بها طمع الدنيا، وهي عمل خير وإحسان إلى أخيك المشفوع له، فلا تأخذ عليها طمعا دنيويا، احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهي في هذا بهذا الصفة تكون عبادة، العبادات لا يؤخذ عليها أجر. نعم. قال: رواه أبو داود الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية. شفاعة يعني حسنة، شفاعة حسنة، فأهدى له المشفوع هدية لا يقبلها، لأنه شفع يريد الأجر، فلا يبطله بأخذ الطمع الدنيوي، ولأن هذا يعطل الخير بين الناس. إذا كان ما يشفع الإنسان لأخيه إلا بمال، هذا يعطل الشفاعة بين الناس، لأن ما كل الناس عندهم أموال، والمسلم يخلص عمله لله ويحسن إلى أخيه. نعم. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. بابا من أبواب الربا، لأن الربا هو ما يؤخذ بغير حق، والزيادة التي تؤخذ بغير حق وغير مقابل، بغير مقابل. والربا يكون في المعاملات ويكون في غيرها أيضا، يكون في المعاملات ويكون في غيرها، فهو أخذ المال بدون مقابل. والشافع ما بذل شيء حتى يأخذ في مقابله، هذا من ناحية. والناحية الأخرى أن الشفاعة عمل خير، وعمل الخير يجب أن يكون خالصا لله عز وجل ومحتسبا فيه الأجر من الله. نعم. رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. نعم، سماه سحتا، الهدية على الشفاعة سماه سحتا، يعني محرما شديد التحريم. نعم. وله عن مسروق عنه: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة بالحكم. قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، فالشفاعة الحسنة تكون إما في تحصيل مطلوب أو دفع ضرر،
تكون إما في تحصيل مطلوب مباح، وإما في دفع ضرر مظلمة تتوسط عند الظالم ليرفع المظلمة عن المسلم. هذه شفاعة حسنة فيها أجر عظيم، فلا تقبل هدية في مقابلها. والصحابة سموا هذا سحتا، كما قال تعالى في اليهود أكالون للسحت، سماه سحتا. فقيل أليس يعني أليس السحت هو الرشوة؟ قيل للصحابي أليس السحت هو الرشوة؟ والرشوة في الحكم. فقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر، قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، قد يكون كفرا أصغر ودون الكفر الأكبر بحسب ما يحصل من الحاكم، أنه يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، أو يجتهد ويخطي، أو يكون لطمع دنيوي ولا يستبيح هذا. ما إن استباح الحكم بغير ما أنزل الله هذا كافر الكفر الأكبر، لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستبيح هذا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وكفر أصغر. على تفصيل مذكور في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر، وهذا مذكور في التفسير، وأقرب شيء تفسير ابن كثير رحمه الله على هذه الآية. نعم. باب الغلول. نعم. وقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول محرم، وسبق أنه ينقسم إلى قسمين: غلول يؤخذ من الغنيمة أو من بيت المال بغير حق، وكذلك هدايا العمال، هدايا الموظفين غلول أيضا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله خيبرا انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال شراك أو شراكان من نار. أخرجاه. على المجاهد إذا أخذ غنيمة أن يدفعها بأمانة إلى القائد، إلى قائد الجيش، وأن تجمع وتقسم على المقاسم الشرعية، ويكون هو من ضمن الغزاة يأخذ نصيبه وما فرض الله له، ولا يقول هذا أنا أخذته وأنا أحق به، هذا لا يجوز، بل يدفعها للقائد والمسؤول عن الجيش حتى تكون مع المغانم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، في غزوة خيبر، غزوته لليهود في خيبر، وكانوا يمشون في وادي ومع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مملوك، فأصيب بسهم من العدو فمات. الصحابة رضي الله عنهم قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، يعني ظاهره أنه قتل في سبيل الله.
قال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لتلتهب عليه نارا. والشملة نوع من الكساء يلبسه الإنسان، يلبسه الإنسان ما يكون إزار ورداء أو يكون قطعة واحدة يلتف بها، تكون من الصوف، تلتهب عليه نارا. أخذها قبل القسمة، أخذ هذه الشملة قبل القسمة، تحولت إلى نار يعذب بها في قبره. أدل على أن الغلول، على أن الغلول يمنع، يمنع الحكم بالشهادة لشخص إذا كان غالا وقتل فلا يعتبر من الشهداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان الغلول يمنع الشهادة فكيف بغير ذلك، كيف بغير ذلك من الأمور. جاء رجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، جاء بشسعين من النعل، يعني السير، الشسع هو سير النعل، أصابهما في المغنم وأخذهما، ما ظن أنهما لهما حكم المغنم، وأن هذا أمر سهل، أنه أمر سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شسعان من نار، يعني كما أن الشملة صارت نارا كذلك الشسع، شسع النعل الذي يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة يكون نارا على صاحبه، فلا يتساهل في هذا الأمر. نعم. باب طاعة الأمراء. قبله الآية، هما ما في آية في الباب، وما كان لنبي أن يغل، من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. سبب نزول الآية أنهم في بعض المغازي جمعوا الغنائم وفقدوا قطيفة حمراء، فقدوا قطيفة حمراء، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك، يجوز له أن يأخذها، لا من باب أنهم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلول، وإنما ظنوا أنه يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما أراد. فالله جل وعلا نفى ذلك عن نبيه وأنزل هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل، يعني لو أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القطيفة لكان غالا. إذا كان الرسول لو أخذ صار غالا فكيف بغيره؟ الرسول لو كان، لو أخذ شيئا من الغنيمة لكان غالا فكيف بغيره؟ وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا كما سبق في أنه إن كان بعيرا، إن كان بقرة، إن كان شاة يأتي به يحمله يوم القيامة. فهذا دليل على شدة تحريم الغلول في المغانم، وأنه لا يسوغ لا للنبي ولا لغيره أن يأخذ منها شيئا قبل القسمة، إلا ما خصه الله به في قوله، وما في قوله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذاك حصل بدون غزو وبدون، إنما بالرهب أصابهم فتركوه. الله أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله له، فهذا هذاك شيء خاص، لكن المغانم لا، الذي أعطاه الله للرسول ليس غنيمة، الغنيمة للجميع، وإنما هو فيء، إنما هو فيء وليس غنيمة، وفرق بين الفيء وبين الغنيمة. نعم.
يكفي. وقبل الإجابة على الأسئلة نعلن أن هذا آخر درس في هذا العام، فإلى عام قادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن الإخوة طلاب العلم وعن السامعين وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. نستأذن معاليكم بطرح بعض الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. معالي الشيخ، سائل يقول: متى تجب الاستخارة على العبد؟ الاستخارة لا تجب، إنما هي من المستحبات. إذا هم بشيء ولم يتبين له هل هو مفيد أو غير مفيد، ما لم يتبين له ويترجح عنده المصلحة وكان مترددا هل يقدم عليه أو يتركه، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعد السلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في هذا الأمر، ويسميه الأمر الفلاني، خير لي في عاجل في ديني وعاجل أمري وآجل فاقدره لي، وإن كان فيه شر وإن كان فيه شر فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الاستخارة. نعم. وهي ليست واجبة. أحسن الله إليكم. هي ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، سائل يقول: ما هي سبل النجاة من تسلط الشيطان على العبد؟ سبل النجاة كثيرة ولله الحمد، وهي تحقيق الإيمان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فيحقق الإيمان بالله عز وجل ويتوكل على الله ولا يضره الشيطان. هذه واحدة، هذه أعظم دوافع تسلط الشيطان. ثانيا، يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. استعيذ بالله يعني يلجأ إلى الله لأن يمنعه من هذا العدو، ويكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من كيد الشيطان. كذلك يلازم الطاعة وذكر الله، يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله حصن للإنسان من شياطين الإنس والجن. يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير، فإن ذلك يطرد عنه الشيطان ويحصنه من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نجمع بين حثه صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة من أسدل إلينا معروفا وبين حرمة مجازاة من توسط وساطة حسنة؟ هذا معروف لا يؤخذ عليه شيء، هذا تخصيص، هذا تخصيص. حث على مكافأة من صنع معروفا، من صنع إليكم معروفا فكافئوا، هذا عام يخصص بقضية معروف الشفاعة، فلا يؤخذ عليه من شيء. نعم. ولا تعارض. أحسن الله إليكم. لا تعارض، لا تستعجل يا أخي، ولا تعارض بين عام وخاص. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لي قريب يتاجر في السيارات، إذا أراد أن يبيع سيارة على شخص لا يخبره بالسعر حتى يقول له: كم معك من المال؟ فإذا علم ما معه أخذه وضرب المتبقي من ثمن السيارة في اثنين، ما حكم ذلك؟ لا يجوز ولا يصح البيع والشراء إلا أن يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما عند العقد، ما يكون مجهولا.
من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للبائع وللمشتري. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يقول، سائلة تقول: ما حكم لبس الكعب الغير العالي؟ تلبس المرأة النعل اللائق بها، اللائق بالنساء من ملابس النساء، ولا تلبس ما يلبسه الرجال من النعل أو غيره، لكن الكعب العالي وما أشبه ذلك هذا فيه مظهر سيء وفيه تزوير، حيث أن المرأة يظهر أنها طويلة وهي غير كذا وهي غير طويلة وما أشبه ذلك، فيه تلبيس وتزوير. نعم، تلبس العادي، لباس النساء العادي الذي ليس فيه تزوير. نعم، وليس فيه زينة عند الخروج. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول عن طريق الشبكة: هل يجوز القول بأن نزول الله تعالى بذاته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل معلوم بالفطرة؟ هذا لا يعلم بالفطرة، وإنما يعلم بالخبر الصادق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبت كما جاء: ينزل ربنا. نقول ينزل ربنا ولا نقول بذاته أو بغير ذاته، هذا لا ندخل فيه، نثبته كما جاء: ينزل ربنا كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب في الجامعة لا أعمل، وأبي هو الذي يقوم بشؤوني المعيشية، إلا أنه هنا تكمن العلة، فأبي موظف في بنك ربوي هداه الله، ماذا أفعل؟ هل أبحث عن مورد رزق حلال، علما وأني لا أملك مسكنا، أو أكمل دراستي؟ كيف أواجه أبي مع كونه سيغضب من هذا الأمر؟ تعيد السؤال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب في الجامعة لا أعمل، وأبي هو الذي يقوم بشؤوني المعيشية، إلا أن هناك علة، فأبي موظف في بنك ربوي هداه الله، ماذا أفعل؟ هل أبحث عن مورد رزق حلال، علما وأني لا أملك مسكنا؟ إذا كنت لا تملك مسكنا ولا تملك راتبا وليس عندك ما تنفق على نفسك، فإنك تبقى في بيت أبيك وبقدر الضرورة، فإذا استطعت الاستقلال وصار لك مصرف فإنك تنعزل عن والدك وتكون منفردا عنه بقدر الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يقول: ما حكم أن أصرف علاج لنفسي من العمل لأعطيه لغيري، مع العلم أني لست بمريض بالمرض الذي يستدعي هذا العلاج؟ هذا لا يجوز، لأن العلاج إنما يكون للموظف فقط ولا يكون لغير الموظف، هذا لا يجوز، والموظف يتبع النظام لا يخرج عن النظام ويحتال عليه. نعم. أحسن الله إليكم. شاب يسأل يقول: وقعت في فاحشة الزنا والعياذ بالله، وبعد هذا أتاني طفل من الزنا، ما هو اتجاهنا مقابل هذا الطفل؟ هل له حقوق علينا؟ ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب إلى الزاني، ما ينسب إلى الزاني، يكون ليس له أب شرعي، وإنما يكون ابنا للزانية فقط التي ولدته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السؤال الأخير، أنا تاجر في الذهب، وأحيانا يأتيني الزبون ويطلب بضاعة وليس معه نقود، وقد بقي له شهر على الزواج، فيترك لي صكا بريديا مدون عليه مقدار البضاعة، ونتفق على أن يأخذ البضاعة على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط محددة في أجل محدد، فإذا كمل تسديد المبلغ أرجع له صكه البريدي وينتهي البيع، ما حكم هذا البيع في الشرع؟ تعيد السؤال الله عافيك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: أنا تاجر في الذهب، وأحيانا يأتيني الزبون ويطلب بضاعة وليس معه نقود، وقد بقي له شهر على الزفاف، فيترك لي صكا بريدي مدون عليه مقدار البضاعة، ونتفق على أن يأخذ البضاعة على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط محددة في أجل محدد، فإذا كمل تسديد المبلغ أرجع له صكه البريدي وينتهي البيع. ما حكم هذا البيع في الشرع؟ إذا كانت البضاعة ذهبا فلا يجوز أن ينصرف إلا وقد سلم الثمن كله يدا بيد. أنت تسلم له الذهب وهو يسلم لك القيمة في المجلس يدا بيد، ولا يجوز تأخير شيء من الثمن النقدي. بيع النقد بالنقد لابد من التقابض، إذا اختلف الجنس لابد من التقابض، وإن اتفق الجنس ذهب بذهب فضة بفضة فلا بد من المساواة في الوزن والتقابض. فالربا أمر خطير وشديد، والظاهر أنك تقصد بذلك الذهب، السلعة تقصد بها الذهب، لأنك أنت تبيع ذهب، ما أنت بتبيع ملابس ولا تبيع. إذا كان ما تبيعه عليه ذهبا بنقود فلا تتفرق وبينكما شيء. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. نستأذن معاليكم في طرح أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يدخل في باب تشيع الفاحشة في المؤمنين من يقومون بفتح قنوات الغناء والنجوم، وكذلك من يقومون بإقامة الحفلات الغنائية والدعوة إلى الاختلاط؟ هذا ليس من إشاعة الفاحشة، المراد بالفاحشة الزنا، هذا من المنكر، هذه إشاعة منكر، ولا يجوز إشاعة المنكر وإعلانه على الناس في الفضائيات أو في غيرها أو في الحفلات أو في هذه إشاعة منكر حرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا من دولة من الدول الإفريقية، ولا تيسر لنا أمورنا في الدواوين الحكومية إلا بعد إعطاء الرشوة فنعطيها ونحن مجبورون عليها. الله جل وعلا حرم الرشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الرشوة، ولا نقول لكم ادفعوها في أي مكان، اتقوا الله عز وجل واطلبوا الرزق الحلال ولا تلجأوا إلى الرشوة. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع المال إلى موظف مغتشي لا ينجز معاملة أو مصلحة لشخص ما ويقوم بتعطيلها أو تأخيرها، فإذا أعطاه هذا الشخص رشوة لأخذ حقه دون ظلم لأحد من الناس؟ أجبنا على هذا قبل قليل وقلنا لا يجوز دفع الرشوة لأن الله حرمها، لا يجوز دفعها، ولكن إذا كان أحد لا يمضي الأعمال والأشياء والمعاملات إلا برشوة يشتكى على ولي الأمر، هناك ولاة أمور فيشتكى على ولاة الأمور لأجل أن يضربوا على يده ويؤدبوه ويبعدوه عن العمل. أما إذا تساهلنا وقلنا هذه ضرورة وهذه ونبي نمشي أعمالنا فهذا يسبب فشو الرشوة في المجتمع ويسبب الكوارث والعقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الطلاب يعطون معلمين هدايا بعد نهاية العام الدراسي. يقول: بعض الطلاب يعطون معلميهم هدايا بعد نهاية العام الدراسي، وكانوا قد تخرجوا من عندهم، فهل يعتبروا من هدايا الغلول؟ نعم نعم، ما هو من الغلول، هذا من الرشوة، لأن المدرس موظف ويحكم على الطالب بالنجاح أو بالرسوب، فهو يحكم عليه، فلا يجوز للطالب أن يدفع له شيئا، ولا يجوز للمدرس أن يأخذ شيئا من الطالب، لا قبل الاختبار ولا بعد الاختبار، ما دام طالبا، ما دام أنه طالب وهذا مدرس فلا يأخذ من الطلاب شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. ما يدفع لشخص من مال لكي يقوم بنقل معلمة من مكان بعيد إلى مكان قريب عند تعذر نقلها بالأمر الرسمي؟ نعم،
نقل يعني الوظيفة ما يجوز هذا، هذه رشوة، لأنه كثر الآن من ينتهزون هذه الفرصة، ولما علموا أن النساء بحاجة إلى نقل العمل مكان إلى مكان انتهزوها وصاروا يقولون نحن نسعى في نقلكم على مبلغ من المال. هذه رشوة صريحة ولا يجوز، لا يخلو. إما أن يكون رشوة إن كان هذا موظفا أو له علاقة بالموظف، أو يكون هذا من أخذ الهدية على الشفاعة الحسنة. وقد سمعتم أن هذا باب عظيم من الربا، فلا يجوز هذا على كل حال. نعم. أثابكم الله. إذا أقسم المهدي أني لا أقصد من الهدية إلا المحبة لك، فهل يأخذها؟ ما هو صادق ولو حلف، ما هو صادق. ما دمت على عمل أو على مسؤولية ويهدي لك، فهذه رشوة ولو حلف ألف يمين. نعم. أحسن الله إليكم. هل عمل وليمة عند ترقية المدير يعتبر؟ هل عمل الوليمة عند ترقية المدير من الرشوة أم من الهدية؟ هذا ما بتعطونه شيء، مسألة الحفلة والعشاء وما أشبه ذلك هذا من إظهار الفرح والسرور، ولا أحد يأخذ معه شيء، يأكل ويمشي. نعم. أثابكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، معروف أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم، ذكر الطهارة بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة مع الإمكان، مع التمكن. والصدقة من الغلول لا تقبل، لأن الغلول حرام، ولا تكون الصدقة من مال حرام سواء من غلول أو غيره. كل المال الحرام لا تجوز الصدقة منه ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والرشوة والمال الحرام خبيث، الله لا يقبل الخبيث. نعم. أحسن الله إليكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، أي من الخبائث. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تيسير معاملة شخص ما بحكم أنه سوف يساعدني، أي أخدمه ويخدمني؟ نعم. يقول تيسير معاملة لشخص ما بحكم أنه سوف يساعدني، أي أخدمه ويخدمني، هل يجوز ذلك؟ سبق أن قلنا للرشوة ما هي خاصة بالمال، قد تكون منفعة، ساعده يساعدك وتساعده، هذه منفعة لا يجوز قبولها في مقابل العمل. نعم. لو يقول لك مثلا اقض حاجتي هذه ومشي معاملتي، أعطيك السيارة تحمل عليها يوم أو تسافر عليها، أعطيك السيارة، هذه رشوة، لأن هذه منفعة. نعم. أحسن الله إليكم. يستعمل بعض الموظفين أقلام وأوراق تخص العمل ويستعملها في حاجته الخاصة، فهل هذا من الغلول؟ نعم، استعمال أموال العمل وقلام العمل لحوائجهم الخاصة هذا لا يجوز إلا في الشيء اليسير، الشيء اليسير يتسامح فيه. أما دائما تكتب رسائل وتأخذ أوراق وظروف من العمل هذا لا يجوز. أما شيء يسير أو مرة واحدة ما يتسامح فيه هذا لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. يقول في العمل عندنا ندفع للعمال أجرة بقصد الصدقة. نعم. يقول عندنا في العمل ندفع للعمال أجرة بقصد الصدقة أو الهدية عندما نطلب منهم أعمالا معينة، كان يأتي بغرض ما من السيارة أو غيرها. الزكاة لا تجوز بهذه الصفة، أنك تعطيه منها لأجل أنه يخدمك أو يقضي لك حاجة تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تعطيه لفقره فقط. أما أنك تعطيه تشجيع من غير الزكاة، تعطيه تشجيع من مالك، تبرع من مالك، لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول: عملت في صغري كبيرة من كبائر الذنوب وتركتها في ذلك الوقت عندما لم أتمكن من عملها، ومع مرور الوقت تبت منها الآن وأنا نادم على فعلها، فهل تعتبر توبتي صحيحة؟ إن شاء الله. حتى لو عملتها وتبت، تاب الله عليك. نعم، أحسن الله إليكم. ما هي حدود زينة المرأة التي تظهرها أمام المرأة؟ المرأة تستر نفسها أمام المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه عند المؤمنات، مثل الوجه، الكفين، القدمين، شعر الرأس، هذا لا بأس به عند النساء. نعم، سبحان الله. يقول: في حرب الخليج الثانية أخذنا بعض الأسلحة أو الأجهزة بدون معرفة المسؤول، فما حكم ذلك؟ والله هذه لها حكم خاص ما ندخل فيها، هذه أمور حكومية وأمور يحتاج النظر فيها إلى دراسة الوضع ودراسة الأمور. نعم، أثابكم الله. يقول: ما حكم من يصنع التنبيه في الجوال بآية أو دعاء؟ لا يستخدم الذكر الشرعي أو القرآن لمجرد التنبيه، هذا من الامتهان للقرآن ومن امتهان للأذكار. التنبيه يكون بغير ذلك، يكون بجرس خفيف تسمعه، منبه خفيف، ولا تستعمل الأذكار. وأنت لا تقصد الأجر وتقصد الاستماع لها والاستفادة، إنما تبيها منبه فقط، هذا لا يجوز. نعم، أثابكم الله. يقول: أجرت بيتي على جهة ما، وعندما يسلمونني إيجار البيت كاملا يطلب مني الموظف عيدية لأولادي. يقول: أجرت بيتي على جهة ما، وعندما يسلمونني إيجار بيتي كاملا يطلب مني الموظف عيدية لأولادي، فهل إذا أعطيته شيئا برضا نفسي يعد رشوة؟ رشوة رشوة رشوة، هذه قلنا لكم، كل ما يدفع للموظف في مقابل إنجازه للعمل أو مقابل العقد معك على بيتك فهو رشوة أيا كان. نعم، ولو سمى عيدية، لو سمى عيدية، الخمر لو سمي لبنا يصير لبن أو عسل؟ لا، خمر خمر، الأسماء لا تغير الحقائق، هذه حيل باطلة. نعم، ثابكم الله. يقول: سمعت شريطا لبعض الدعاء وهو يقول: اهتز العرش، ثم يحدثون صوتا يشبه صوت الرعد في الشريط. هذا من تزيدات بعض الشباب وتدخلهم في أمور الغيب وأمور لا يجوز لهم التدخل فيها. اهتز العرش ويحط حركة ويحط صوت كأنه صوت العرش، هذا من القول على الله بغير علم. أمور الغيب لا ندخل فيها، وإنما نؤمن بها ونذكر ما جاء وصح فيها ونعتبر ونتعظ، أما أننا نفسرها هذه من الأمور الغيبية ومن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. من حلف قبل مدة أكثر من مرة ولم يكفر عنها، ما نوع التكفير؟ هل هو مرة واحدة؟ الأيمان إذا كانت منعقدة، الأيمان المنعقدة على أمر المستقبل ولم يفعله أو فعله، فهذه إن كانت على شيء واحد قبل التكفير فتكفي كفارة واحدة. كان حلف لا يلبس الثوب، ثم حلف لا يلبس هذا الثوب، ثم حلف لا يلبس هذا الثوب مثلا، أيمان متكررة على شيء واحد فيها كفارة واحدة. أما إذا كانت على أشياء متعددة، حلف لا يلبس الثوب، ولا حلف لا يدخل الدار، حلف لا يركب السيارة، هذا كل يمين لها كفارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يقوم بأخذ أحفاده الصغار إلى المسجد، وبعضهم ذكور وبعضهم إناث لا يتجاوز أعمارهم 5 سنوات، فيقوم هؤلاء الصغار بالحركة في المسجد والمرور بين المصلين أثناء الصلاة مما سبب إزعاجا للمصلين، ولكن حيث أن والدي شيخ قبيلة فإن المصلين لم يعارضوه
أو يشتكوه تقديرا له، مما جعلني أنصح والدي بعد أن استفتيت أحد المشايخ وأخبرت والدي أنه يتحمل إثم فقدان الخشوع عن المصلين بسبب إزعاج الأطفال وقطع الصلاة، فلم يصدق بذلك وقال إن الأطفال لا يقطعون الصلاة حتى لو سامحه المصلون، فالله لا يسامحه سبحانه وتعالى. هذا حق لله، ولا يجوز له أن يستصحب الأطفال الذين لا تصح منهم الصلاة دون سبع وهم يسيئون إلى المسجد، إلا في حالة إذا خاف عليهم أخذهم معه، لكن يضبطهم ولا يتركهم يؤذون الناس ويسيئون إلى المسجد، بشرطين: أولا أن يحتاج إلى أخذهم لخوفه عليهم، ثانيا أن يضبطهم عن الأذى. نعم، أثابكم الله. يقول: هل يمنع زيت الزيتون وصول الماء إلى البشرة بعد الدهن عند الوضوء؟ لا، الزيتون والمراهم والأدهان لا تمنع الماء، الذي يمنع هو الذي يتجمد على الجلد كالبوية والأشياء التي تتجمد على الجلد، هذه هي اللي تمنع وصول الماء. أما الأدهان، مجرد الأدهان التي ليس لها جرم ولا تتجمد، فلا تمنع ولا بأس بها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دعاء للرجل بعد الدفن وكذلك الطفل الصغير؟ نعم، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار له سؤال التثبيت بعدما يفرعون من دفن الميت، يقفون على قبره ويقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، أما الطفل الصغير فلا حاجة إلى الدعاء، ليس بحاجة إلى أن يدعى له، لأنه ليس عليه ذنوب ولا سيئات. نعم، أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: ذكرتم معاليكم أن الذهب لا يباع إلا نقدا، بينما بقية السلع تباع بالتقسيط وبالأجل، فما هي العلة في عدم بيع الذهب؟ أحسن الله إليكم. العلة أن بيع السلع ليس فيه ربا، أما الذهب بيعه بنقود هذا يدخله الربا. ما كل الأموال يدخلها الربا، في أموال ما يدخلها الربا، فيجوز بيعها حالا ومؤجلا. وأما الأصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأصناف الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه لا تباع إلا بضوابط يدخلها الربا، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة. نعم، والذهب والفضة ستة أصناف: تمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. ويقاس عليها ما شاركها في علة الربا من بقية الأمور مما يكال أو يوزن، لأن علة الربا عند الحنابلة الكيل أو الوزن، وكل ما يكال أو يوزن يدخله الربا. نعم، صلى الله عليكم وعلى الشيخ، وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا.